انتهت عطلة الفطر وعادت عقد التأليف الحكومي لتبرز على الواجهة من جديد، وأبرز هذه العقد التمثيل الوزاري للنواب السنة العشرة الذين لا ينتمون إلى تيار المستقبل، وهم من أصل 27 نائبا سنيا في البرلمان. هؤلاء يطالبون بتمثيلهم في وزيرين من أصل 6 وزراء سنة إذا كانت حكومة ثلاثينية. وللغاية عقد لقاء تشاوري في منزل النائب عبد الرحيم مراد، ضم إلى جانبه جهاد الصمد وقاسم هاشم والوليد سكري وعدنان طرابلسي وفيصل كرامي، مطالبين بتمثيلهم في الحكومة. ورأى المستمعون أن النواب من الطائفة السنية من خارج كتلة المستقبل من حقهم أن يتمثلوا بوزيرين على الأقل قياسا على تمثيل القوى الأخرى. اتفقتوا على الاسم من بيناتكم؟ أي وزير بيمثلنا جميعا، أي اسم بيتم اختياره من هؤلاء الستة بيمثلنا جميعا، ما في عندنا إشكال أبدا، على دولة الرئيس هو الذي يختار. من بين الطروح لحل هذه العقدة طرح مبني على إمكانية تسمية رئيس الجمهورية وزيرا سنيا من النواب العشرة غير الموالين للحريري، في مقابل أن يسمي الحريري وزيرا مسيحيا، طرح قوبل برد من النائب فيصل كرامي. ما يحكى عن هدايا، يعني رئيس الحكومة سيهدي رئيس الجمهورية عضو في الطائفة السنية أو وزير في الطائفة السنية، ورئيس الجمهورية سيهدي رئيس الحكومة وزير في من الطائفة المارونية، وهذا نحن منا هدايا ولا لنا عطايا، نحن نواب منتخبين، يعني ما بيجوز أنه ما تتمثل شريحة كبيرة بالمجتمع اللبناني، وخصوصا أنه في معيار أساسي يؤخذ بموضوع حكومة الوحدة الوطنية. هو موضوع جديد لك ولا شو؟ لا أبدا، اليوم لقاءنا لقاء تشاوري، أنا اليوم بالأمس وغدا وبعد غد في كتلة التنمية والتحرير، هنالك تمثيل نسبي لنواب مكون من خارج كتلة المستقبل، واليوم نحن أمام مرحلة جديدة بعد انتخابات على أساس النسبية، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة، وإلا يكون ذلك هراء وتجاوزا لنتائج الانتخابات النيابية. في المقابل يرفض تيار المستقبل هذه المقاربة، وتؤكد مصادره أن النواب العشرة مشرذمون وينتمون إلى كتل عدة، وهو ما تجلى في الاستشارات النيابية، وعليه فإن العقبة السنية قائمة في وجه تأليف الحكومة. نعيم برجاوي، قناة الجديد.